طبعا رمضان جاي السنة دي بأحداث كروية ساخنة جدا، شفنا تتالي وتتابع القرارات، شفنا بيان النادي الأهلي السابق اللي كان بيتكلم فيه عن التحكيم وعن رغبته في استخدام حكام أجانب وعن تساؤلات كان طرحها لاتحاد الكرة وكلها تساؤلات مشروعة. بعد كده بدأنا نشوف استمرار الأخطاء التحكيمية، وكمان بمعزل عن ده كان النادي الأهلي النهاردة في اجتماع مهم جدا. الحمد لله الفريق ماشي كويس في مباراة الاتحاد وادتنا ثقة قبل مباراة الزمالك، ولكن أبدا القصة مش قصة نتيجة مباراة، ولكن القصة في النادي الأهلي مسألة مبدأ. عشان كده محتاجين نطلع ونشوف النهاردة اجتماع مجلس الإدارة كان على طاولة الاجتماع ايه اهم القرارات، من خلال الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة النادي الاهلي. هذه تحية لكم جمهور النادي الأهلي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. مجلس إدارة النادي الأهلي انعقد اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لاستعراض عدد من الموضوعات. الاجتماع الحقيقة انتهى وصدر بيان يتعلق بواحد من الموضوعات اللي شد الانتباه خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى اعتماد عدد من القرارات الإدارية وفي مجال النشاط الرياضي الأخرى. لكن خلونا نقول لحضراتكم البيان الصادر بخصوص موقف النادي الأهلي من التحكيم والأخطاء اللي وقعت الحقيقة على مدار الأسابيع الماضي وأفقدت النادي الأهلي عدد كبير من النقاط. الأهلي يتمسك بإسناد مبارياته لحكام أجانب. استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع اليوم بجلسته المفتوحة الرد الذي تلقاه النادي أمس من اتحاد الكرة بشأن الشكوى من الأخطاء التحكيمية التي جاءت بحق فريق كرة القدم خلال المباريات الماضية، وكذا طلب النادي إسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول. وعليه فإن المجلس وهو يقدر الظروف الاستثنائية والنقاط الإيجابية التي جاءت في رد اتحاد الكرة، منها اعترافه بوجود أخطاء تحكيمية واضحة يراها غير متعمدة ولم يكن القصد منها إلحاق الضرر بفريق الأهلي، ويبذل الاتحاد قصارى جهده لعلاج هذه الأخطاء، ويتطلع لدعم ومساندة النادي الأهلي للتحكيم المصري الذي وضع الاتحاد تطويره في أولوية اهتماماته، ولأنه سبق أن أكد النادي كثيرا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وقام بمخاطبة اتحاد الكرة عدة مرات على مدى الشهور الخمس الماضية بشأن ذات الأخطاء التي دفعت بعض الأندية مؤخرا للمطالبة بإعادة مبارياتها. وتلقى النادي الأهلي وعدا بتطوير منظومة التحكيم، لكن لا تزال الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات تتكرر بحق فريق الأهلي، بل ونالت من معنويات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير نظرا لحساسية المنافسة، ولأن فريق الأهلي هو الوحيد الذي يشارك في خمس بطولات في الموسم الحالي، ويؤدي الفريق مبارياته بشكل مضغوط مباراة كل 72 ساعة، ويتعرض لاعبوه لإرهاق بدني وذهني غير مسبوق في ظل ضغوط جماهيرية تطالب ومعها كل الحق بنتائج إيجابية على كل المستويات. فإن النادي الأهلي يتمسك بطلبه المشروع بإسناد مبارياته القادمة لحكام أجانب من التصنيف الأول، ووفقا للائحة التي تفرض الالتزام بتقديم الطلب قبل موعد المباراة ب 15 يوما، لذا يؤكد النادي الأهلي على طلبه المرسل لاتحاد الكرة بتاريخ 4/5/2021، وسوف يقوم بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب قبل الموعد المشار إليه، لا سيما وأن الظروف الاستثنائية التي تسود العالم حاليا لم تمنع انتقالات الفرق الرياضية والحكام بين الدول المشاركة في المسابقات المختلفة. ده كان أبرز ملف الحقيقة في اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو تمسك النادي الأهلي بخطابه السابق المرسل إلى اتحاد الكرة بضرورة استخدام حكام أجانب من التصنيف الأول لإدارة مباريات النادي في مسابقات الدوري في مسابقة الدوري العام، بعد الأخطاء الحقيقة اللي تعرض لها النادي الأهلي وأفقدته عدد كبير من النقاط. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكل عام وحضراتكم بخير. رمضان يعني يسرع الخطى، ونستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة.